نستمتع بمباراة إن شاء الله تكون شيقة. مشاهدينا بإمكانكم متابعة ما تبقى من المباراة عبر القناة الثانية. مشاهدينا الأعزاء، مع جمل تحية بإمكانكم متابعة بداية الشوط الثاني من هذه المباراة عبر القناة الثانية، وأشكركم. Fahad International Stadium here in Riyadh to bring you a live transmission of the second half, the soccer match between Al Nasr from Riyadh and Al Hilal from Riyadh. Mind you, ladies and gentlemen, that the score the first half was 3 for Al Nasr, 0 for Al Hilal. Good time. Ladies and gentlemen, you can resume watching the match on Channel 1 of the Saudi Arabian television. Federation Cup between Al Nasr and Al Ittihad, the current score is 1-0. محسن الحارثي لعبها بالراس، محسن باتجاه محمد صو، لكن بعيدة على محمد صو، طويلة خارج الملعب، رمية جانبية. مشاهدينا الأعزاء، مع أطيب تحية بإمكانكم متابعة ما تبقى من هذا الشوط عبر القناة الثانية. أما الآن فندعوكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية. جميلة من حمد انتباخي، لكن إلى خارج الملعب ضربة. علما بأن النتيجة 2-1 لصالح الاتفاق، ووقت ممتع نرجوه لكم مع بقية هذه المباراة. تجربة قد تفرق